مسألة مد مظلة الحماية الاجتماعية، وعايز أروح دكتور محمد، مد مظلة الحماية الاجتماعية وفي إطار مخرجات هذا المؤتمر، قد يستشعر البعض أنه طيب وثيقة ملكية الدولة، دخول القطاع الخاص بنسب تصل إلى 65%، فعلى طول واحد ماركسي زي حالتها يستشعر أن آدم سميث يبعث من جديد، وهندخل في عصر الرأسمالية المتوحشة وحاجات زي كده. وعشان كده عجبني قوي الجملة اللي قالها دكتور مصطفى، مش بقى في الأرقام بس الجملة اللي قالها، ولكن الأهم هو الحفاظ على مد مظلة حماية اجتماعية. بتعتقد إزاي هيتم التكامل ما بين اقتصاد هيبقى فيه 65% قطاع خاص، وفي نفس الوقت أحافظ على مظلة حماية حقيقية؟ طيب بداية بس كده، يعني السؤال في السوادة بجد والله. الفكرة كلها، طيب هو ليه أصلا دولة رئيس الوزراء ختم بموضوع الحماية الاجتماعية؟ لأنه هو كل ما حضرتك قلت عن تحرير اقتصادي وفتح المجال للقطاع الخاص، كل ما الطبقات الفقيرة والطبقات ضعيفة الدخل يعني ومحدودة الدخل في المجتمع قلت، لأن الطبقات دي بتشعر بالأمان في ظل وجود الدولة. صح. الفكرة بقى كلها انه المؤتمر ده جاي مش بس عشان يخاطب المستثمرين، ده هو الحقيقة جاي عشان يخاطب الداخل والخارج وجميع فئات المجتمع، فبالتالي كان لازم الخطاب يوجه كمان لجموع الشعب المصري والطبقات الفقيرة منهم. علشان كده المؤتمر جاي يتكلم على الثلاث فئات، الفئة الأولى المستثمرين بنفسهم، الفئة الثانية الجمعيات والمؤسسات اللي بتوجه المستثمرين، والفئة الثانية متلقي القرار واللي هينعكس عليه أثر السياسات دي من المواطنين المصريين. حلو الكلام كده؟ حلو. طيب إزاي بقى يحصل التوازن ده؟ اولا التوازن حصل من البدايه خالص من انه احنا عندنا حاجه اسمها اثار التساقط. ايه اثار التساقط؟ كل ما انت شغلت السوق، كل ما المفروض يعني لو احنا عندنا سوق منظمه فيها منافسه ومحترمه، قواعد منضبطه للعمل، الاثار بتاعه التشغيل والنمو دي تنعكس على الفئات القليله ضعيفه الدخل يعني. ده المفترض. المشكله ان ما بيحصلش، وفتره كبيره جدا كان عندنا معدلات نمو كبيره واصله 7% في اواخر 2010، ورغم ذلك كان عندنا معدلات بطاله واصله 13%، وفي نفس الوقت كمان عندنا معدلات فقر بتزيد، وعندنا يعني معدلات، عندنا حاجه اسمها في الاقتصاد مؤشر جيني اللي هو مؤشر سوء توزيع الدخل او توزيع الدخل، كان في اقصى درجات سوقه، كان وصل لنفس الدرجه بتاعه قبل ثوره 52. اسال مصطفى زمزم يقول لي. صحيح صحيح صحيح. ده بقى ده مش حاصل ليه؟ لانه اولا جزء كبير جدا من المستثمرين كان بيستثمر في انشطه ريعيه، انشطه مش بتشغل ناس، مش بتخلق فرص عمل، بيعمل استثماراته في انشطه غير كثيفه التشغيل. وبالتالي اولا انا اذا رحت للقطاع الصناعي، قطاع صناعي حقيقي هيخلق فرص عمل، فرص العمل دي هتعود مباشره على المواطن العادي. ده في الوضع العادي. طب المشكله احنا في الوضع بتاعنا دوت، الوضع الاقتصادي المصري، السوق محتكره بالكامل، مفيش صناعه من الصناعات الا وفيها احتكارات، السوق مش منضبطه، لانه احنا زي ما عملنا يعني حريه اقتصاديه في قبل 2010 يعني، كانت حريه اقتصاديه وراسماليه غير منظمه. المفروض في الاسواق الراسماليه المنظمه يعني بيبقى عندنا فريقين بيلعبوا مع بعض وفي حكم واقف وسطهم. الفريقين دول فريق المنتجين وفريق المستهلكين، وبينهم منظم لعمليه السوق دي كلها، اللي هم اجهزه حمايه وتنظيم السوق، اللي هم زي مين عندنا؟ زي جهاز حمايه المستهلك، جهاز حمايه المنافسه مع الممارسات الاحتكاريه، جهاز حمايه الاغراق، وهيئه الرقابه الماليه. الاجهزه دي باستثناء هيئه الرقابه الماليه للاسف وضعها القانوني لا يسمح لها بالتدخل لضبط السوق. ليه بقى؟ لان الاجهزه دي معظمها انشئ في ظل ظاهره كانت معروفه جدا في اواخر برضو في 2010 وما قبلها، اللي هي ظاهره زواج المال والسلطه. الناس اللي بتمارس المال هي الناس اللي في السلطه، وبالتالي كان هدفها الوحيد ان هي تمنع اجهزه ممارسه قصدي حمايه السوق دي من التواجد لتنظيم السوق، لانه كل ما الاجهزه دي جابت، كل ما كان في منتجين قادرين على الاحتكار، وكل ما كان في منتجين قادرين ان هم يوجهوا السوق ويستغلوا المستهلكين. اللي انت بتقوله ده والنبي لا تاخد حضن، انا ما عملتهاش في حياتي والله العظيم. يسلم بقك. يا اخي انا تعبت في حياتي جدا عشان اسمع كلمتين زي كده. كمل. بس انا مش موافق اللي هو بيقوله ده. ما انا كنت لسه هقول دكتور نبيل عماله بتبص مركزه كده، قلت ايه؟ هل هي نظره الاعجاب؟ نختلف يا فندم. هو اعجاب إيه؟ بس هو ده الاختلاف. نختلف يا فندم. عندنا ملاحظات. هخلي دكتور محمد شادي يكمل، وانا فعلا قاعد عمال والله العظيم مركز عامل كده. ربنا يخلي حضرتك. الاجهزه دي
دلوقتي الدوله يعني لو حضرتك لاحظت النهارده دوله رئيس الوزراء ركز يعني افرض لها سلايد لوحدها عشان يقول ان واحده من اهم الاجراءات اللي هتحصل ان احنا نعيد صياغه الدور بتاعها. وعلى فكره الدوله مش بادئه النهارده، ده بادئه من سنه ونص فاتوا لما حصل تعديل جوه مجلس الوزراء لقانون قانون جهاز حمايه المنافسه يتيح للجهاز التدخل في منع الصفقات الدمج والاستحواذ الا بعد، يعني يمنع الشركات من الدمج والاستحواذ الا بعد اختار الجهاز. واختار الجهاز هنا اختار مسبق يتوقف عليه عمليه الدمج والاستحواذ. اتفضل يا فندم. مش موافق. طب خلينا اكمل وحضرتك طب نجمع قولي لي يعني ممكن اشتغل سكرتير الجلسه وانا اجمع والله ملاحظات بجد، بس انا مستمتع جدا بهذه النظره اللي هو ايه، انا في انتظار اللحظه اللي يوسف هيقول لي دكتور دي. ده الجزء الثاني، ان احنا نفعل دور الاجهزه دي ونخليها قادره. على فكره مظهر ثاني برضو من المظاهر دي هو اللي الناس كلها حاسه بيه في الفتره الاخيره من تدخل جهاز حمايه المستهلك في سوق السيارات، اللي هو تسعير، وضع التسعير على صحيح. السياره. وتاني حاجه منع ظاهره او محاوله منع ظاهره الاوفر برايس، لسه ما اجتش بس ان شاء الله هتوجد. تمام، ده الـ النوع التاني من التدخل لصالح اللي هو مد مظله الحمايه الاجتماعيه. اذا السوق انضبط هيبقى فيه جزء كبير جدا واصل بالحمايه الى الـ المستهلكين، وتنظيم للسوق يسمح للمستثمرين وده بالدخول ويخلق فرص عمل اكتر. ده الجزء التاني. الجزء الثالث، الاجراءات اللي اتخذتها الحكومه مؤخرا علشان تسمح بشكل كبير جدا ب يعني القضاء على ظاهره الاستيراد الجائر ووضع معايير الاستهلاك، زي مثلا انه الرئيس كان برضو من حوالي سنه كده قال ان احنا هنرفع معايير المنتجات المصريه لتوازي النظرات الاوروبيه عشان الناس نمنع تدخل. ده يصب في مصلحه المستهلك اللي بيدفع فلوس في سلع عديمه الفائده. الحاجه الثالثه بقى والاخيره خالص، انه الجانب الاجتماعي المباشر اللي كان الدكتور بيتكلم عنه دلوقتي، انه احنا هنزود الاجور، هنزود المعاشات. والرئيس يعني دوله رئيس الوزراء اتكلم النهارده على رقم مباشر تماما، 190 مليار جنيه السنه الجايه متزايده لمده 50 سنه علشان نقدر نسدد اموال هيئه التامينات الاجتماعيه. يبقى الموضوع كان له جانبين، جانب بيخاطب المستثمرين بذواتهم، وجانب بيخاطب المستهلكين، وجانب بقى بيخاطب المؤسسات اللي بتعمل على توجيه المستثمرين. عشان بس ما تطولش وقتها انا جدير بس بالذكر ان في مؤتمر بالمناسبه لجهاز حمايه المستهلك يوم الاربعاء الجاي، اظن هيبقى طالع فيه مخرجات مهمه جدا.